أزيد من 340 مسافرا من ضمنهم أفراد من جاليتنا بالخارج يحلون بأرض الوطن وسط تسهيلات وإجراءات لتوفير الراحة للمسافرين عبر المحطة البحرية الجديدة لميناء بجاية. أعطيكم الصحة، ان تري تري بون اكاي. جي جامي في سايور. سي لا بروميير فوا كي جو فوا سي تري بيان. رجعنا خير من زمان، ما صافي 4 سنين نوردو سير. صافي 4 ans دو سير، مي كامام سي حاجة جديدة مليحة. Moi j'ai aimé, mais le truc que j'ai plus aimé c'est l'arrivée parce qu'il y avait des roses, il y avait des gens, il y avait... enfin c'était vraiment très accueillant et j'ai aimé. Mais écoutez, c'est la première fois que je viens sur cette gare. Ma foi, elle est pas mal. Il manquerait juste un petit truc, c'est avoir des aérateurs. Parce que voilà, il reste quand même quelques incivilités. Voilà, les gens laissent les moteurs allumés, ce qui est dommage. Sinon, en gros, sincèrement, l'accueil était chaleureux. ولضمان مرور سلس للمسافرين من الباخرة إلى المحطة البحرية، تم ولأول مرة تشغيل جسرين قابلين للحركة إضافة إلى جسر ثابت خصص لصعود ونزول الركاب. هذا الصرح الكبير، هذا الصرح الهام اللي هو يعني المحطة البحرية لمدينة بجاية، وهي تعتبر كأضخم وكأحدث يعني محطة على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. واليوم رانا دشنا كما راكم شفتوا كذلك اول واضخم يعني ممر يعني باستريل تيليسكوبيك يعني حديثه، الطول تاعها يعني 120 متر. اليوم استعملوها يعني المواطنين وخاصه كذلك يعني استقبال يعني كل السيارات داخل هذه المحطه يعني في ظروف جد حسنه. 18 رحلة إذن تبرمج على مستوى المحطة البحرية لبجاية لهذا العام.